ما لحقت لها غير هدول لجهازة يا نوران، يا ترى بكفوا يعني؟ إحاج زهرة كتير حلوين، كل شي طالع حلو ومرتب من إيديكي. أي والله نعموا عيونك فيهم. طول الليل ونهار شغل بشغل، وعمري كله مضى على هالحالة نوران. المهم إنه أولادي يكونوا مبسوطين. خلينا ننبسط بهالجهاز يا معقول، هذا أحلى يوم بحياتي وأنا مدري شو عم بحكي نوران. أوه، صندوق جهازي النباش. تعي شوفي كتير حلو جهازك يا حياتي. بنتي عم شوف إذا في شي ناقص منه مشان ليوم العرس يصير جاهز. أمي روقي على مهلك شوي، ما لحتى يعتمدوا يطلبوا إيدي، يعني بلكي بعدين طلعت لنا شي شغلة. كش برا وبعيد يلا روحوا. طيب في بنت بتحكي هيك قدام الصندوق؟ افتحي تمك بشي كلمة خير. ومعناته شو بدي أقول؟ إذا الخير جاية بهالجوازة الله يعجل بالموضوع. ها من الأول احكي هيك. براي عليكي. قديش الساعة صارت؟ والله أنا تأخرت عنكم. ميرفات رايحة تقابلي عاصم مو هيك؟ ايه بدنا نروح ننقي الخواتم، هيك قال لي. من الصبح المسيجات تبعه ما وقفوا، قمت قلت بلا ما خجلوا العاصم. شو عليه بنتي؟ بلكي بس إجا دغري بتلبسوا المحابس. اللي كاتبه رب العالمين بيصير. ميرفات كل شي هلأ رح يكون أحلى بحياتك بنتي. عاصم واحد معدل وما في منه، ما غابت عيوني عنه بيوم الافتتاح لما عم بيحكي معك كانوا عيونه عم بيلمعوا. ايه وانا انتبهت على هالكلام، كتير منيح انه نلاقي حدا يهتم فينا ويحسسنا انه مهمين عنده. والله مزبوط يا بنتي، بلكي بالصيف منعملكن حفلة العرس. على خير خالي نوران، المفروض امشي هلا، تأخرت على عاصم، بشوفك بعدين ماشي. ميرفا خليك تقيلة يا بنت. يلا بشوفك. نوراي شلونك؟ الحمد لله. شو عملتي مشان القصد؟ بالزور مشي حال القصد، بس هلأ صارت الأمور أحسن. أنت شلونك؟ حطت إيدكم، ما في شي جديد أبدا. آخ نوراي شو كتير فرحت وانبسطت إنه مشي الحال. يا روحي خاطركم، يلا بشوفك. تفضلوا لعنا.